تابع وزير الخارجية سامح شكري سير العمل القنصلي بالوزارة وسبل توفير أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين في الداخل والخارج وذلك خلال اجتماع مع مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين في الخارج ومسؤولي القطاع القنصلي تناول الاجتماع تطوير المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى إنجاز الخدمات القنصلية في أسرع وقت والارتقاء بجودتها وتفعيل إجراءات رقمنة كافة الخدمات استغلالا للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضمان تعزيز صلاة المواطنين المصريين في الخارج مع الوطن كما تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات للأجانب وتأكيد على تقديم التسهيلات مع مراعاة جميع الاعتبارات والقواعد المعمول بها واستمع وزير الخارجيه خلال هذا الاجتماع الى عرض متكامل للاجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق مبادره تسويه الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج